أجيبك تسمح لي. تفضل. أهل الجنة يتساءلون. أهل الجنة يتساءلون. يسألوا بعضهم بعض. اللهم لا تحرمنا الجنة ونحن نسأل. قولوا آمين. آمين. تخيلوا، تأملوا المشهد يا جماعة. والقرآن يجيب. تخيل أنهم في الجنة. نسأل الله من فضله. ويسألون بعض. الله أكبر. يقول الله جل جلاله، اسمع القرآن. وتجي هنا. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر وش اللي دخلكم النار أول سبب قالوا لم نكن من المصلين ألا يكفيك القرآن يجيب. طيب تعال، الناس كلهم في هم في قلق في توتر في شقاء إلا المصلين. ولهذا وش يقول الله جل جلاله؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مستحيل يترك الصلاة، هو يحترم مواعيده مع الله، هو يعرف مواعيده في اليوم الليلة كم؟ خمس. لازم تحترم مواعيدك مع الله جل جلاله. والله لو سألناك وبنسألك وسنعيد هذا السؤال، اللي يحب الله يرفع يده. طيب ارفع يدك وبيض الله وجهك. وسؤالي ليس تهمة لك، لكن اللي يحب الله يحترم مواعيده مع الله الخمسة. قال العلماء: من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر. حبيبي الغالي، تأمل المشهد. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتياني في المنام، قال فابتعثاني، قال فانطلقت معهما فإذا برجلين أحدهما مضطجع والآخر واقف عند رأسه بصخرة. تخيل مشهد، واحد مضطجع من سدع على ظهره والثاني واقف فوق رأسه بصخرة. هذا الرجل واقف يأخذ هذه الصخرة ثم يرفعها فوق رأسه ثم يرفغ ويرمي بها رأس هذا الرجل المضطجع فينفلق رأسه فلقتين فيتدحرج الحجر، فيأذن الله لهذا الرأس فيعيد كما خلق ثم يعطيه الضربة الثانية فينفلق رأسه فلقتين فيتدحرج الحجر، فيأذن الله لهذا الرأس فيعيد كما خلق ثم يعطيه الضربة الثالثة فينفلق رأسه فلقتين فيتدحرج الحجر، فيأذن الله لهذا الرأس يا شباب ثم يعيده كما خلق. والله أنا مشهد يخوف. تخيل لا قدر الله واحد يأتيك فوق رأسك وأنت حي أو نائم ثم يرفغ رأسك بلكة ولا ببلاطة ولا بصخرة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف، فزع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: انطلق، يعني بعلمك بعد شوية. قال: ما هذا يا جبريل؟ وش السبب؟ اسمعنا أخوك السبب. هذا السبب اكتبه في قلبك، ذكر بنفسك. إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح،
ناديك أنت؟ لا تلتفت لا يمنى ولا يسرى، تعال أنت على موعد مع الله يا أخي، احترم موعيدك مع الله يا أخي. أصبح آخر شيء تفكر فيه هو الله. اسمع السبب وش هو، ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. يعني والله أن يصلي لكن يصلي الفجر مع الدوام، يصلي العصر بعد المغرب، يعني ما يحترم مواعيده مع الله. هذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة، فكيف برجل لا يصلي؟ ولهذا يا جماعة الذي لا يصلي ليس له قيمة حتى عند موته. الذي لا يحترم مواعيده مع الله في الدنيا أصلا ما حد بيعطيه وجه، أصلا أصلا ما حد بيحتفي به، أصلا ما حد يغسله ولا يكفنه، لأن المؤمن له قيمة حتى بعد موته. من مات وهو لا يصلي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أصلا ليس له قيمة مع الله. أصلا موعيده مع الله في الدنيا كان آخر شيء يفكر فيه هو الله جل جلاله. فأهمس في أذنك حبيب الغالي وقبل رأسه قبل أن أهمس وأقول أسألك بالله في الصلاة حتى تسعد وتأنس. أنت تعرف أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إيش معناه وأنا أخوك؟ معناها تأتي الهموم والغموم والأحزان والآلام والكربات، تأتي بجميع أوراقك وملفات الهموم والأحزان اللي مرت عليك في حياتك، ثم وأنت ساجد تعلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فتسمع الله صوتك وتطول في سجودك وتعترف بذنبك بين يدي الله، فإذا بالله جل جلاله يفرح بك، وأنت تعرف أين تذهب، أنت تعرف من تناجي، أنت تعرف من تسأل. أقسم بالله يا رؤيتك في الصف الأول إنها عندنا تسوى الدنيا كلها، رؤيتك في الصف الأول إن تسوى شهادات الدنيا كلها. تقول لي أنا متخرج من الثانوية ما عندي شهادة، أعظم شهادة صف الأول. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول. أعطيك بشائر زيادة ترغبك في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم